Ağır veriyor. Ağır veriyor. Berk. هذا يقع البرق على نهر أتوا أتوا ريفر على تقريبا على 417 غرب أتوا تقريبا يعني حوالي 70 أو 80 كيلومتر. هذا البرق صاير الكورنر بين نهرين، نهر جاي من الغرب للشرق اللي هو نهر أوتاوا، نهر جاي من الجنوب إلى الشمال عكس. هذا البرك كبير يعني. هذا اللي قدامنا هو بنهر أوتاوا، أوتاوا ريفر. هلا نرد وننزل لتحت شوي. هذا الشط على النهر الثاني اللي جاي من الجنوب للشمال عند الزورق. هذا الزورق طلع يعني اجا ودخل نهر ريفر هذا أوتاوا من النهر الثاني اللي يصل بين الجنوب للشمال. هاي كلياتها عبارة عن انهر بتصب ببعضها، بالنهاية بتصب به النهر الكبير هذا.